السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك. كده ليه يا ابني؟ وبعدين التليفون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه؟ يا أما أنا كنت في حتة ما فيهاش شبكة بقى. مالها أشجان؟ مالك؟ جدي فضل مات. لا إله إلا الله. الله يرحمه. الراجل طيب بس شديد. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ عمتك اتصلت باخوك وبلغني. باية في حياتك يا حياتك الباقية يا عم. طب وانت بتعاطي كمان ليه؟ مش ده اللي طرد ابويا زمان وحبس انفاسك هنا؟ بس الطفل ما يطلعش من اللحم. بعدين الواحد من غير ناس واهله يبقى يتيم. دي عندك حق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني اما نروح نعزي؟ ده واجب. بعدين الناس دي برضك فضلهم علينا واقفين جنبنا وجدعان. ربنا يخليك ليا يا ابني. ايه تصلي على النبي كده عشان اللي في بطنك حتى. بس انت في موضوع العياط ده بتتوصي ما بتصدقي. بس ليكي مبسوطه عشان راح تشوف امك. بس يا حبيبتي. ايوه عمتي. انا عبد العزيز. انا عبد العزيز. يا عمتي. ايوه عمتي بقى في حياتك طول العمر ليك يا عمتي بقى. صلي على النبي. انتوا دفنتوا؟ لا اله الا الله. ده انا كنت مسافر والله ولسه جاي حالي. لا جايين طبعا. الله جايين على طول جايين. بقول لك اجيب امي معايا ولا في مشاكل؟ ربنا يخليك. الله يبارك لك. ماشي يا عمتي. نعم قاعدين اهم يا عياطي قاعدين مهريين من الصبح عاملين كده محزنه هنا على الدور. بامر الله. ماشي. صلى على النبي بقى. لا اله الا الله. ماشي يا عمي. ماشي. هسد الطريق ان شاء الله. يلا مو جهازه بقى عشان خاطر نخلص ونروح نوصل. لا اله الا الله. طب لما الراجل رقد تعبان كده يا عم مش تكلموني برضه؟ ده كان نفسي احب على ايده قبل ما يموت. والله ما طول يا ابو عزيز. يوم بليله وراح. الله يرحمك يا ابو فضل. اهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا. ربنا يرحم الجميع. انا ما انساش جدي فضل لما حكم تجيب المأذون قبل ما يدفن ابويا. جدك كان قلبه قاسي لكن حجاني. اللي هيشتغل شغلانته دي وما يكونش قلبه حجر هيتاكل واكل يا ولد اخوي. شغلانة ايه يا عمي؟ العيشة هني كلها عايز ابو قلبه واعر لكن يعرف يعيش. المهم جدك قبل ما يموت بساعة قسم الورث واحنا رضينا باللي جاله والجرسنات جاهزة تاخدها معاه. واذا حبيت تبيع حقك في الطين والنخيل بنشتروه منك. جرسنات يا عمي وطين ايه؟ واحنا في بيننا وبين بعض الكلام ده برضه. لساك معيش تاخد قرشينات تدخلها في تجارتك؟ يا عم ما قلت لك خير ربنا كتير. بس القرشينات اللي هنا ياما واحنا ما نعرفوش نعملوا بها حاجه وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عندك تجاره تحب السيوله. سيبوه براحته وادوا له حقه. واذا اختكم نتيبه حبت تدي اشجان حقها في حياتها يبقى ياخده معاها. فهم الولد بالراحه عشان يرتاح. دل وقت نشرب الشاي ونقول كل حاجه على بلاطه. انا برضو وانا برضو احب كل حاجه تبقى على بلاط. ايوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجه. الحمد لله يا رب. كملي واكلك عاد. والله شبعت يا حاج. دايما عامل بحس كده وبحس اخواتك الرجاله. ربنا يكرم قصرك يا مرتي الغالي. ربنا يخليك. بالراحة يا أشجان عشان اللي ببطنك يا بنتي. خفيفي يا مكرر. واه هي بنتي حبلي؟ ادعي لها ادعي لها يا حاجة. ادعي لها ربنا يكمل لها على خير إن شاء الله ويحقق حلمي يا رب. يحقق حلمي. نفسي نفسي كده ربنا يكرمنا بعبد الرحيم الصغير. أيوة بس كيف يعني؟ ما تستغربيش والله شايفاه في المنام وانا واقفه قدام الكعبه وهو على حجر كده بيضحك تقوليش بدر منور. عملتولها عمليه اياك؟
لا عملية ولا حاجة، العمل عمل ربنا وربك لما يريد يا حاجة. ونعم بالله. يبقى جوزك الأولاني هو اللي ما كانش. والأولاني ولا حديث مالوش عازة ياما. كنا حبلة وخلاص زي ما ربنا أراد الحمد لله. ونعم بالله يا بنتي، بس أنتي كبيرة على الحبل والولادة. يوه مفيش حاجة كبيرة على ربنا يا حاجة. ما بقول لك ربك لما يريد. يسمع من بوجك ربنا. قولي لي بنتي مليحة معاكي، بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام أسجان، طيبة وبنت حلال وشايلانا فوق راسها، ربنا يكرمنا بيها. اسأليها هي لكون حد مقصر معاها ولا حاجة. مبسوطة مع مرت خالك؟ بالك ياما، لما جدي فضل جوزني عبد العزيز بالقوة كانوا رماني في الجنة، ما جيتش من ساعتها غير النهاردة. أصيلة يا أسجان وبنت أصول، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. وما عسبيش الجنة وتجي تقعدي مع أمك سبوع ولا تنين. اسألي جوزي زي ما يقول يكون. لا، اللي تقول عليه الحاجة راتيبة يمشي على الكل. وانتي حبل في شهرك الكام؟ تالت. قول يا رب. يا رب يا رب يا بنتي. يا رب. يا نهار أخضر، حاطين الفلوس دي كلها في بطن الكنبة ومش خايفين؟ ومين اللي يستجري يجرب من الدار يا عبد العزيز؟ الولد ما يعرفش مين جرابه يا وهدان. لا عارف، ده انت صرفتوني ورفعت راسي في الشارع. لو حد ضايقك تاني قول ومالكش صالح. هي أشجان ما قالت لكش حاجة؟ لا قالت، قالت كل خير، بس يعني هي ما جابتش سيرة فلوس ولا شغل، دول ملايين. والكنبتين اللي قدامك دول كمان. وانتوا ناويين تدوني انهي كنبه بقى بالصلاه على النبي؟ والله بدينا نعطيك الثلاث كنبات. ولا شيء. احنا ما بنهزروش في الحديد ده. هو لا مؤاخذه يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى؟ جدك فضل كان ليه في كل حاجه. ولما قلنا لك خد القرشينات ما كناش هنجاملوك ولا نستجدع معاك. والنهارده انت اللي هتوقف جنب ناسك. وانا رقبتي سداده. بوك الوحيد اللي اتعلم فينا، عشان كده كان نافر من شغلنا. وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه. كان عاوز يقدم كفنة بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا. اللي هي ايه بقى؟ اي حاجة تجي على بالك تجيب فلوس. جمد قلبك يا ولد اخوي، لسه ما جاش وقت الخوف. وانا قلبي جامد وزي الحديد. انت مش هتقول انك مشغل اخوك في بنك؟ خلاص اتشطر ودخلهم، بس تسأله الاول قبل ما تعمل اي حاجة. هو بصراحة ربنا يا عم المبلغ كبير ومحتاج يعني ياخد وقته قبل ما ينزل السوق. واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراق استيراد وتصدير؟ عندي دي سكة مليحة قوي، بس حرص يا ولد اخوي، في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوك الحكومة ما طلعوش منها لحد دلوقت. مفهوم مفهوم. وانا بقى بالصلاة على النبي كده نصيبي الواحد يطلع كام؟ حوالي نص مليون اخضر، ده غير الطين والنخل والمواشي. هتبيع ولا تسيبهم ونجيب لك ريحهم؟ لا يا عم خليهم كده بريحهم، تجيب واحد برضو. عاجل عاجل يا ولد اخوي وشاري ناسك. اللي بتعملوه معايا يا عم واللي عملته أشجان يخلينا اشتري التراب اللي بتمشوا عليه. احنا ما بنبيعوش لحمنا يا ولد اخوي. قوم قوم نام وربنا يسويها مع طلوع النهار. اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عال العال بأمر الله ان شاء الله.